مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير التمر بالمكسرات. طريقة سهلة وبسيطة وبيتحضروا بخمس دقايق، وبتنفع هيدي الطريقة لجميع المناسبات. فيكن تعملوهن للمناسبات، للأعياد، عيد الأضحى، عيد رأس السنة، أي أعياد، أي مناسبات، حفلات، أعراس، ممكن تعملوا منهم. عن جد عن جد بنصحكم تجربوا الطريقة، كتير كتير رح تعجبكم. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. موجود عنا 350 جرام تمر، ممكن نستبدل هيدا التمر بتمر فريش. منشيل البزر ومنطحنه على المكنة، ما في أي مشكلة. وعنا نص ملعقة صغيرة هيل، ربع ملعقة صغيرة جوز الطيب. إذا ما متوفر عندكم جوز الطيب ما في أي مشكلة، بس حطوا الهيل. بندق، لوز، كاجو، زبيب، جوز، ملعقة صغيرة زبدة. ممكن تستعملوا مثلا، أنتوا أنا عم بستعمل هولي كلياتهم، ممكن أنتوا تستعملوا مثلا بس لوز وجوز، ما في أي مشكلة، يعني الموجود عندكم بتستعملوه. حطينا الزبدة بالمقلاية، هلأ بدي ذوبها على الغاز. بس ذابت الزبدة هلأ بحط الكاجو، البندق، لوز، جوز. بقليهم شي بسيط مع بعض عشان انا قبل حمصتهم بالفرن قبل ما استعملهم. بس يتحمص المكسرات تتحمص بالفرن، بتعطي نكهة كتير كتير طيبة ورائعة. بعد ما حركتهم بهيدا الشكل مع الزبدة، هلأ بحط فوقهم الهيل وجوز الطيب، كمان الزبيب. بحركهم تحريكي خفيفة. هلأ بحطهم فوق التمر. عطوا ريحة كتير كتير حلوة. بنطر شوي لتبرد المكسرات وبعجنهم بالايد. بس بردوا المكسرات هلا بنعجنهم. بعد ما عجنتهم بدنا نشكلهم كرات انا وياكم، كرات صغيره. نضغط عليهم عشان يتماسك التمر مع المكسرات. بهيدا الشكل حلو، كتير كتير صحي ومغذي، وبتتحضر بوقت كتير بسيط، بتتحضر بأقل من خمس دقايق، وكتير بحبوها الصغار والكبار. كف الباقيين بنرجع من كفي أنا وياكم. هولي كرات التمر بالمكسرات اللي عملتهم أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا شير ولايك للفيديو، وشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.